طبعا انا اول ما اخش على البرنامج بيقول لي اللغة، فانا هختار انجليزي، يعني مش تشاينا ولا اي حاجة، اختار انجليش. بعد كده بدوس نيكست، بعلم هنا وبدوس نيكست. بعد كده بختار المكان اللي انا عايز احط فيه البرنامج، تمام؟ هل في الدي، هل في الاي، هل في السي زي ما هو. فانا مثلا هختار ان انا احط البرنامج في الاي، تمام. بعد كده بدوس ستارت، كده البرنامج اتثبت. اول ما اخش على البرنامج هيقول لي انسرت سوفت كي. يعني ايه انسرت سوفت كي؟ يعني هو عايز المفتاح بتاعه اللي هو ده، الدونجل. الدونجل مهم جدا، الدونجل ده هو اللي هيعمل كونكت ما بينه وما بين المكنه، وهيدي ان البرنامج يفتح علشان تقدر تقص اساسا، فهو مهم جدا، تمام. هو كل ما عليه ان هو يفتح لك البرنامج، فده ما ينفعش يضيع منك عشان ده المفتاح، تمام. فاركب الدونجل، تمام. اول ما بتخش على البرنامج، تمام، بيكون مفيش حاجه في البرنامج خالص، مفيش اي موديل. فانت اول حاجه بتخش عليها كلمه ابديت، ودي مهمه جدا. بكتب هنا فيها اليوزر اللي انا اخترته في الشركه، تمام، اسمي، اسم المحل، كلمتين بس، لو كلمتين هيبقوا لازقين في بعض، لو وهيبقى الحروف كلها صغيره. فانا هكتب اليوزر بتاعي ارمر، تمام. طبعا انت بتحدده علشان انا المسؤول عن السيرفر، تمام، انا البرنامج، فانت بتحدده براحتك وانا بعمله لك. وبدوس كلمه داون اول، وبدوس يس. بعديها بعد كده بيقول لي ديليت اول داتا، هقول له يس. طبعا هو بيعمل التحديث بالشكل ده، ما ينفعش ان انا اقفله او ان انا مثلا اخرج او كده. طب انا لو خرجت اعمل ايه؟ عندي كلمه هنا داون نيو، لو النت فصل ولا النور قطع ولا اي حاجه حصلت والبرنامج قفل، وهو نزل لي مثلا 300 موديل بس، ودخلت لقيت 300 موديل بس، كل ما يجي اعمل اي حاجه يقول لي خش اعمل ابديت، تمام، هخش اكتب، اخش هنا على الصفحه بتاعه الابديت واعمل داون نيو، هيكمل لي التحديث. وده برضو بصفه خاصه ان انت كل يوم هتعمل، كل ما تفتح البرنامج هتدوس داون نيو عشان ينزل لك كل الموديلات الجديده.